عنا معي على المباشر في هذا الاتصال الهاتفي لمزيد من التفاصيل، جزائري عالق في الحدود الجزائرية التونسية. أهلا بك معنا أنت على المباشر. السلام عليكم الأخت وشاغم لاباس. أهلا بك. ربما سيدي هل لك أن توافينا ببعض التفاصيل؟ ربما علمنا من مصادرنا أنكم عالقين منذ أكثر من 24 ساعة في الحدود الجزائرية التونسية، ومعكم ربما نساء حوامل وبعض ربما من الأشخاص ربما عندهم أمراض مزمنة. ما هو السبب الرئيسي لخلاكم عالقين في الحدود الجزائرية التونسية؟ بعثنا لو كونسيول الجزائريان في تونس، كلمنا احنا في البارح قلنا له اسكو لو فول تاعنا الي انيلي ولا لا، قالنا يا ودي روحوا لهنا للقنصليه وانا نستخلف بكم، يا ان فول سبيسيال كي با فو غامني او بيي. انا داكور يا با بروبليم. رحنا لكل القنصليه استنينا تما دو 8 دو مات حتى 8 دو سوار، جابوا لنا كاد بيس، دو بيس راحوا فيغ 18 دو زوطخ بيس راحوا فيغ 21 لي دو زوطخ بيس الاولين اللي راحوا جازو نورمال عادي. حنا لحقنا فيغ مينوي الحدادة دو بوس، وكان واحد اون ترونتان دو فواتور الجيريان، لي فواتور جازو عادي، لي تاكسي جازو عادي. لحقنا حنا دو بوس، قعدنا الاخرانيين دارو لنا لو كونترول تاعهم هذيك لا كاميرا تيرميك عادي، يا وكان بروبلام. ما باغ كونتخ ما ردوناش لي باسبور تاعنا، كملنا تبعناهم. حادينا نعيطو لي باسبور تاعنا، لي باسبور تاعنا ما هضروش معانا، لو شوفور دو بوس ما يريبونديش. حبس الجندار باسكو بدينا نعيطوا. ربما سيدي السبب الرئيسي هنا يعني اللي خلاكم او اللي خلى المصالح الوصيه ما تخليكمش ربما تعديوا الحدود الجزائريه هو ربما الان بسبب تفشي الفيروس. اخبروكم بالحرف الواحد انتم في الحجر الصحي، لكن هل انتم فعلا في الحجر الصحي؟ انا البروبليم وراه قال لك ندوكم حجر صحي، اونيتي با كونت مون ني با ديزيليتري اون ني با كوردينا حجر صحي بوغ نو فيريفي وكدا منا. ما حنا ما دابينا ما نعديوش لا بوبولاسيون تاعنا. قال لك داكور مي داونا هنا في غابه تحت واد حاشاك الخانه الزيرا مقابلنا، ما كان والو، ما كان لا الماء، ما كان لا لي فاني تاع عندنا اون فام كونفيرونس عندها لي ميموراج، عندنا اون فام كي تري كرافمون مالاد كي 85 اون، عندنا ان بيبي دام هنايا، عندنا دي غونفون اوتيس اللي راهم هنايا، البيبي مازال كاع ماكلاش، عندنا طخون لوغ مازال ما شربنا ما كلينا ما درنا حاجه. دوكا جاو لينا قال لك كاين نديرو لكم تيست تاع الحمى وجابوا الماكله، قال لكم بعد هذيك نعطيكم لي باسبور تاعكم نحطوكم لعندها وتحطوا للجزائر. هايا داكوغ باغسي. رحنا درنا التاست تاع الحمى دوزيام باغسي، هذاك تاع الحدود الاولاني، وعاودنا دوكا دوزيام باغسي، واحد ما عنده الحمى كاع الناس عليهم بون سونتي، قال لك هاي خلاص باغسي، قال لك دوك نحطوكم عندنا عيطوا لديوركم. عيطنا لديورنا، رانا ركبنا في الكيران طلعنا لي باكاج تاعنا، يجي شيف دو بريكاد قال لك نو، قال لك مي المينيستر تاع تايور إلا غابلي للوالي، قالوا ما طلقش حتى واحد. يعني ربما تحدثت معي في الكواليس وعبر الهاتف انه ربما في بعض المعاملات التعسفيه من ضرب ربما من طرف بعض المصالح، هل هذا الكلام صحيح؟ بيان سور احنا احتجينا قدام الباب، خلونا نطلقونا علاش راكو شاهدين، عطونا اون غيزون، اسكو اوني مالاد، اسكو اوني با مالاد. كي بدا واحد يعيط سيتي دي تكنيسيان دايغ تاع لاشين تاع قناه النهار، رفدوهم داوهم مزيان دو هذا، وانا رفدوهم هضروا معاهم زعما بوغ ايسي دو لوغ كالمي. دونك واش راح نديرو يا مدام؟ يحلي لهم لي جوندارم، ما حنا واش رانا نطلبو؟ رانا نطلبو لي زوتوريتي الكبرى تاع البلاد تجي تشوف فينا، سي اوني مالاد يحطونا دون فاليو سبيسياليزي ماشي في غابه. جميل، نتمنى أن ربما جميل نتمنى